لنا الشرف ولنا الفضل من الله تبارك وتعالى اللي جعلنا في هذا الوطن اللي ينقالوا المملكة المغربية، وجعلنا جنود وجعلنا متعاهدين احنا وملوك وعاطين البيعة في السراء والضراء، ولاه نموت على هذا العهد ونحيا عليه. نقول بشري الشعب ذا محمود للمليك الواحد الأحد بعيد المولود ومولود جلال السيد محمد. وفرح شعب المغرب الكبير من المقدم للوزير، راجل ومرأة كهل ويشير، والشباب ولا خالق حد مجات الفرحة والتعبير تتقالع فيها وجاه المد بخلاقة مولاي الأمير الحسن اللي بيه سعد الغاني منه والفقير، والبين البينات وذرد اللي في المهجر والسفير، والجيش فرح واخبط وانشد فاغ ومطعم بتقرقير المدافع، وزغاريدة تسد الأفوق بنوع التبشير، وقام المقاوم متكرد فرحة وعطى جيش التحرير. كيف التعليم ما برد تقديم التهاني في حرير، وذهبونا التم بالزمرد وكساها الفلاح نواوير، مختلفة يا غير المقصد واحد، قولوا عاش الأمير والشعب والسيدي محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.